هاي. دماغ الإنسان بحاجة لأخذ استراحة من وقت للتاني، وخصوصاً إذا كانت طبيعة عمله تفرض عليه جلوس أمام الأجهزة الإلكترونية. لهيك تناول الغداء على المكتب ممكن يقلل من إنتاجية الشخص ويزيد مستويات التوتر عنده، وكمان له أضرار تانية من بينها زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، ارتفاع مستويات الإجهاد والإرهاق والتعب، صعوبة ضخ الأكسجين للدماغ، فالشخص بحاجة للتحرك بشكل مستمر لضخ الدم والأكسجين الطازة للدماغ. البقاء على وضعية الجلوس ذاتها خلال العمل بيأثر بشكل كبير على الإنتاجية وإيجاد الحلول، وبالوقت يلي الشخص بيكون مفكر إنه عم بيوفر وقت بعدم أخذ استراحة، فهو بالعكس عم بياخد وقت أكتر لأنه نشاط الدماغ بيبطأ مع قلة الحركة. مين قال إنه المشي والاستراحة خلال وقت العمل منن أبداً وقت ضايع؟ أنا قال. شوفكم بكرة.